سي علي وانيسا، انتم وقت اللي دخلتوا للدار وشميتوا ريحه الغاز كنتوا واعيين اللي ما يلزمكمش تشعلوا الضوء، لكن حتى حد ما يجي لباله اللي وقت تشعل التورش نتاع التليفون عباره شعلت الضوء. ما لا ما تجيش لبالي، انا في بالي هربت من الضوء ومشيت ل شعلت التورش نتاع التليفون. التورش نتاع التليفون انت اللي ياكد لي انا ما كنتش نعرف اللي يصير هكاك. انتم وحدكم وقتها في الدار؟ اي وحدنا. باهي شنو اللي صار بعد هذا؟ بعد الكلاتمون هذاك ثلاثه حيوت نتاع الكوجينه طاروا بمعطاهم ربي. كل بشبابك بيبان قوة الانفجار بيبان وشبابك مشاو في تارش معناتها ما وكي فقت ثم في الانفجار ثم خمسة ثواني ستة ثواني تحس روحك في غيبوبة في حاجة ظلام لكن واعي معنا فيق ثم فيق مازلت واقف على السقاية وواعي كي فقت نلقى روحي عامل يدي هكا على وجهي بكوفر ونلقى شوية كاي نار في راسي عملت هكا نفضتها ديجا تراسة وقاعد نتاع الحرق وانا طلعت من شيرة وانيسا من شيرة كي تقابلنا رينا بعضنا نلقاها مزات النار شادة فيها في حوايجها وفي كتافها وفي راسها وتعيط امانة تفوني امانة تفوني تعيط نلقى بحذاي فراشية في سا ريفلكس تجيك هكاك طبيعية هزيتك الفراشية وفي سا قعدت نطفي فيها هي قلنا سي ان بون ريفلكس دكتورة اي قعدت نطفي فيها هكا وهبطوا عاد اخواتي يسكنوا بحذاي وفوق مني هبطوا كل يجاروا فهمت ولا مرة زوز نسى اخواتي خطفوا انيسه ودخلوها وشبيكي شبيكي وانا خويا هبط خويا الكبير قاعد هكا مصدوم يخزرنا وحابس وديجا خلطت على انيسه تشعل وقعد بهت ما نجم يعمل شيء انت انا اللي تحركت قبله هو وطفيتها وتلمدت الجيران الكل فهمتني جاوا بحكم ثم عرس بحذانا قريب الناس كل عرس وحس معناتها وسمعوا الانفجار وجاوا الكل هكا وجا اخا عندي خويا يخدم في التاكسي خلطت هو الاول وبيدو كان في العرس وخلطت هو الاول ركبت انيسه مع خويا اللي في التاكسي وركبوا معها زوز نساء اخواتي وانا قعدت نلوج هكا ونقول لهم حتى كان فوتك في الحديث الناس كل بيت انا نعيط اسعفونا هزونا لسبيطار الحروق اسعفونا رانا وانا اللي تكلمت هما باهتين كل ولو في سخ بالصدفه خط خويا بالكهرباء هز انيسه مع سي اخواتي ومن بعد انا جارنا بحذاه هو قريبي وجارنا نوجه له التحيه والشكر زاد اللي هو اللي هي قال لي خلطت علي انا قال لي هي علي معاي واحنا في الثنيه كلم ربي لونس حمايه مدنيه عرضتنا في طريق جعفر ركبت مع الحمايه المدنيه واسعفوني الاسعافات الاوليه قداش دامت مدة العلاج؟ في السبيطار في السبيطار 8 ايام 4 ايام في العناية المركزة و4 ايام من البر ومن بعد قداش المدة؟ بعد الى يومنا هذا مازلنا في العلاج تو 6 اشهر 6 اشهر مازلنا في العلاج انيسة نشوفك متأثرة صحيح اني صدمة تتسمى قريبة معناها جويليا 2019 توا قداش بلغت درجة الحروق يدي معناها وظهري هكا وساقية وجهي شوية هكا صرتو من وشوية من الوتا في وجهي دونك أكثر حاجة يديك يدي أكثر حاجة يدي وظهري وساقية معناها حالة نادرة أنو يجيو كوبل معناها زوج وزوجة يجيو للسبيطار ثم عندكم صغيرات عندنا كيفاش عندنا اربع صغار كيفاش قاعدين تتصرفوا مع صغاركم انتم بالمرحله هي الحكايه لا يعني انتم بيتكم محتاجين انا شكون يتلهى بك دونك صغيرات عند شكون كيفاش عاملين معانا في دارنا اما معناها بدار معناها سلافي ودارنا معناها فما شكون يعاون فما شكون مش هما ما عارف شنو يصير فينا حتى كبير من العائله فما شكون كبير من عائلتي ومن دارنا خواتي ودار حماتي مخلفات الحروق كيفاش كانت بالنسبه ليك يعني؟ انا الحمد لله لاباس ماش حاجه شويه وجهي وفي ساعه تحسن الحق بالبوماد وبالتريتمون لاباس مازلت في الدفاس ما في داية من
هكا معناتها ساقي زايد كانوا كل الزوز بالفاسمات. يعني معناها ما فماش مخلفات كبيره؟ لا لا الحمد لله الحمد لله ما فماش تشوهات كبيره ولا مخلفات كبيره. الحمد لله معناها الاكثريه تو المساج هو اللي باش يلزمك تتغلب، يلزمك تخدم ايديك باش ترجع معناها ترجع تنجم هكا تشد حاجه، تنجم معناها البدن يرجع كيف ما كان، فهمت؟ خاطر صعيبه باللي مهما باش نحكي لك ما صعيبه معناها نتصور نتصور صعيبه صعيبه برشا معناها. الطبي كله شبه الطبي كله بما فيه الكينين تاع المساج، يعني صوابعي ما كانوش يتحركوا، يدي ما كانش تتحرك.